شمش قلبي هوانا لم نودعه ولكن ودع العشق كلانا لم نودعه ولكن ودع العشق هي لا تخونك هي تهرب منك نحو أرجاء المدى عاملها مثل عينيك ضع مخرجا هل تبقى عينك ترى مهما جرى مهما انت ما تاكلي هم، الامور كلياتها محسوبه وكل شيء محسوب بالسنتي وكله مضمون، بس انت ديري بالك على الشغل بغيابي. ها نوراس، ما فيك تتراجع من شاني. احسبها صح، الله يخليك، انت دائما بتحسبها صح. طب حزر شو يعني؟ كيف ما غياب شي يومين او لقلك سافر على شي بلد تاني وانا بلحقك. يا الله يا منال، احيانا شو بحسك صغيره وبتحكي حكي ولاد صغار. شو هي كف مغياب واختفي وما بعرف شو؟ لك هذول الناس ما بنلعب معهم، ولو فيني اعمل هاي الشغلات كنت عملتها من زمان، وما بدي اياك تتأذي بسببي. يعني ما في امل؟ يا لطيف، هي الكلمة شو نسيانها من زمان؟ شو ذكرك فيها هلا؟ امل بشو؟ ومشان شو؟ خلص هلا، ما لازم نتخبى ولا لازم نجبن ولازم نواجه. علام بخيلك، كلياتها موتة وما كانت. لا تحكي هيك نورس، بترجاك لتخوفني عليك. خلص لا تخافي، كل الامور محسوبه وكل شيء رح يكون مثل ما بدنا. انت بس ادعي لي. ما بعرف ليش قلبي مو مطمن. خلاص بقى، عم اقول لك اطمني، بعدين انا نورس وقت الجد بعرف اسحب حالي مثل الشعره من العجين، ولا نسيتي؟ يلا روقي وخلينا ننزل، ما بدنا حدا يشتلق. ايه طيب ماشي. أهلين أستاذ. إلا ما شاء الله عليكي، من دق على الخشب، من صوتك باين بكرة رح نداوم، مو؟ إن شاء الله أكيد. أستاذ أنا بدي أتشكرك على الوردات، كتير حلوين. العفو ولو، ما بدها شكراً. المهم هلأ طمنيني شلون صرتي؟ تمام. لا ما بيصير تمام، لازم ممتاز. طيب خلص لا تزعل، ممتاز.
دخيل عيونك، يلا ما رح اخذ من وقتك، بس حبيت اطمن عليكي. استاذ انا عن جد مو عارفه كيف بدي اتشكرك. لك ما بدها يا ستي، شكرا لك انك بخير، هذا اهم شيء. يلا تصبحي على خير، باي. وانت من اهله. حتى التليفون ما حكاني. بسيطه يا سيد رامي، بسيطه يا حبيبي. اصلا مو الحق عليك، الحق علي انا الجد اللي حبيتك وثقت فيك. يا خساره بس. أنا بدي أقول لك شيء، أنا خايفة. من شو خايفة؟ قولي لي. بصراحة من فرق العمر، يعني بكرة إذا تجوزنا أنا وياك وجبنا ولد أنت حتعيش معه أكتر مني. هلأ شو بدك بهالحكي؟ أنت ست الصبايا. إيه صح، بس هي حقيقة ما بنقدر نهرب منها. حبيبتي عن جد غير هالموضوع، يعني هي الشغلة لا بإيدي ولا بإيدك. عم بتخيل رامي هيك تجوزنا أنا وياك وجبنا ولد وبلش يكبر بيناتنا. يا رامي أنا ما عاد عندي وقت كتير. بعدين تعال هون. إمتى بدي فوتك على القفص الذهبي؟ هلأ. ممتاز، بس في شرط. انت ما بتشرتي، انت بتأمري على راسي، اللي بدك اياه بيصير. العصمة بايدي. شلون؟ انا ما رح اجبرك على شيء، اذا ما بدك بلاها. لك لا، مو قصة بلاها، يعني القصة هي رامي. صحيح انا محامية، بس انا بالنهاية مرة بتحس وبتخاف على سمعتها. بكره بس نتجوز الناس شو بدها تقول؟ بدها تقول اخذت شاب اصغر منها، متدرب عندها. انت بترضى لي اياها؟ لا انا ما يعني اكيد ما برضى لك اياها، بس انا مو هذا قصدي، ما هيك قلت. تفضل قول. بخاف اذا حكيت تتضايقي. لا لا ابدا، قول. انا بس على موضوع الشرط، العصمه، كمان انا رجال. هذا شرطي. إذا قبلت فيه أنا رح كون أسعد مرة بالعالم، وإذا ما رضيت نرجع مثل ما كنا، أستاذة ومتدرب عندها. لا يا ستي أنا موافق. مو حاسستها من قلبك؟ لا من قلبي، من صمصيم صمصيم قلبي. بعدين تعي لقلك، أنا ما بقى فيني أعيش بدونك، أنا بضيع بدونك، أنت الجنة بالنسبة إلي. أدير بالك تطلع منا. تفضلي خالصة. شكرا دكتور. مع السلامة. أهلا وسهلا بالسيد توفيق. لا أهلا ولا سهلا. كلمتين رح أقولهم وأمشي. تبعد عن طريق خطيبتي. عفوا عفوا. خطيبتك؟ وبكره رح تصير زوجتي. اسمع أنا ما جيت هديت. بتمنى ما تحيجني خبر إدارة المشفى. شو بدك تخبرهم بالله؟ أنت أدرى. وقت الجد ما رح تعرف شو ممكن يساوي. عذر من أنذر. سلام يا حكيم.
مسوس؟ ليش ما بتجيبيني معك ممثل بمشروع تخرجك؟ يوه مو شغلتك هي؟ شلون يعني مو شغلتي؟ اكيد شغلتي، ما انا المشرف على مشروع تخرجك. لا حبيبي لا، انت منفذ للمشروع. ايه بما اني منفذ للمشروع كملي المشروع لحالك لكان. هلا فيني افهم شو قصة هالزعل والحردان الفجائي تبعك؟ لك ايه عم نمزح. ايه وانا كمان عم بمزح. جوج انا جعت كثير. يا الله يا الله يا سيرين قد ايه بتاكلي؟ لك يا حبيبتي ما هلا اكلنا سندويشه واجينا لهون؟ لك يا حبيبي عم بصرف حريرات، عم بصرف طاقة على مشروع التخرج، شو عمل؟ انت اللي عم تصرفي حريرات على مشروع التخرج ولا انا من الصبح لاخر الليل عم طحمش على مشروع تخرجك؟ خلص مشان الله بربك خدنا ناكل. خلص بما انه انت عازمتيني حقوم شو بدي اعمل؟ امري لله، تفضل. برني اللي بيفهم. امشي. نورا جهزت القهوة. يلا جاي. هاي فنجانك. يسلم ايديك. وهاي فنجاني. معك سيجارة ما؟ ايه طبعا. صباح الخير استاذ. يا صباح الانوار، صباح الفل والياسمين. عادي عادي عادي. الله يسعد لي هالصباح. شو؟ ودعنا النقاب بسرعة شاي. اي يعني اطلع حالة صحفية مثلي، راس مال نقاد 24 ساعة. برافو عليكي، شو قصتك؟ حليقاني بعد هالمرضى. شكرا استاذ، كلك ذوق. على كل انا هلا جاهزة لأي مهمة بتحب تكلفني فيها. وانت قلتيها، أم شاكر. نعم استاذ. جيب لنا اثنين قهوة على كيف كيفها. تكرم عينك استاذ. الحمد لله على السلامة يا أنسي لارا. الله يسلمك عمو. دقيقتين تكون القهوة جاهزة. استي هلا عنا مهمة شرب القهوة، منشربها ومنروق ومنحكي على مية مهلنا، اتفقنا؟ حاضر استاذ مثل ما بدك. صدقيني كله رايح، على شو بدنا نزعل؟ على اهالينا ولا على الناس المعترة ولا على الناس يلي ما بتحس بقيمتنا؟ الدنيا هيك. صح. خديني انا على سبيل المثال، طلعي فيني من نظرة واحدة راح تعرفي كثير شغلات. شو بدي اعرف؟ باين علي مو باين علي؟ والله كثير مفضوح. انت ما بتمل، ما بتزهق، ما بتتعب. والله قلبي بيجعني عليك. ما بتعب اصلا، اليوم ما بتنقر معك فيه بحكني بدني هيك. انا سبحان الله غاوي مزله. مزله؟ والله ضحكتني. شلون يعني مزله؟ مزله الحب. انت مثل عقلك عم تحكي؟ ايه ليش مستغربه؟ أصلاً الحياة علمتني كتير شغلات من كيسي وشغلات من كيس غيري. وشو علمتك الحياة يا فيلسوف زمانك؟ عنك عم تمسخري بس رح قلك. أنت شو يلي جابرك تضلي هيك؟ يلي مثلك ولادها صاروا بالمدارس. ولادي؟ إيه ولادك. أنت ما بتحبي تتجوزي ويصير عندك ولاد؟ إيه بلا بحب أتجوز، بس أنت بتعرف الظروف. خلاص حاجة تقلي لي ظروف، كل الناس عم تفكر بحالها. ليكو السيد زهير الشاب الرومانسي شو عمل؟ وقت الحزة واللذة تركك بحالك وراح فكر بمصلحته وبحاله. انت لا تتدخل بهي القصة، خلينا أصحاب وأحباب إذا بتريد. لا بدي أتدخل، إذا مو مشاني مشانك. بس حاطة الحزم بالجرن وقعدي عم تدعفري بدموعي وكسري قاسات وصفن وقهوة. حاجتك يا روحي اصحي بقى. دايمي على القهوة وتضرب انت والساعة اللي شربت فيها معك قهوة. ايه نورا انا ما رح ازعل منك. شو ما قلتي خلص لا تكمل. لك خليني احكي بس شغلي وحدة. ما في تحكي شيء. انت ليش ما صرت تنزعلي صباحي؟ شو بدك مني؟ اعتقني لوجه الله. يلا يلا صباح الخير.
صباح النور، أهلا وسهلا. إذا ماني غلطان جنابي قصة صباح. مزبوط، أنا صباح. رغد موجودة؟ أيوة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأستاذ توفيق. تفضل تفضل. شرف. شكرا. يا أهلا وسهلا، شرفتنا. تفضل تفضل. تحب تقعد هون ولا تحب تقعد هون؟ يلا نفس الشيء. أهلا وسهلا. فوت هالأغراض يا ابني، حطهم يلا. الله يرتاني توفيق بيك. لا يعطيك العافية، استناني بالسيارة، إذا عزتك بحكي معك. الله معك. اتفضل. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. على فكرة رغد حكت لي عنك كثير. كل واحد بيحكي بأصله، كلك ذوق أنت ورغد. شو هالذوق؟ شو هالبيت الحلو هذا؟ كله ذوق جميل جدا. يا ريت بقدر أقول لك مقدم، بس هذا ريحة العيلة. الله يبارك الله يبارك. رح نعدي لك لرغد. كلك ذوق. صلى صلى ايامك يا شهاب. توفيق؟ ايه توفيق. حزيري شو رغد؟ كثير مبين شخصية ظريفة، ضحكته ما فارقت وشه. طيب حبيبتي لحقتك ما رح اتأخر. ماشي، انا رح اعمل له قهوة. يلا صبوحة؟ ايه. الشباب تحت؟ لك لا 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 تخافي، كلياتهم طلعوا، بس انتي لا تتأخري. لا لا لحقتك حبيبتي. تواخذني، تأخرت عليك. كيف تحب تشرب القهوة؟ إذا ما في سئلة سادة. تكرم عيونك، بس بدي أقول لك على شغلة، قهوة الصبوحة اللي بيشربها ما بينساها، يعني بدك تعيد الزيارة. يسلموا إيديك يا سيدي. إيديك، ثواني كمان رغد بتكون نازلة. شكرا شكرا. شو قلتي؟ حيا أستاذ، يعني ما بعرف شو بدي أقول، بس أنا كثير متفاجئة. لارا، هذا الشغل إليك وبس. أنا مؤمن فيكي. بس كأنه هذا البرنامج بده إمكانيات كثير. يا ست، الإمكانيات يلي بدك إياها تحت تصرفنا. حكوا معي من المكتب الإقليمي وقالوا لي خود اللي بدك إياه، بس المهم نطلع بمادة نظيفة ومهمة. لك خلصينا بقى، إيه والله لو صحت لغيرك ما مات. أوكي أستاذ، أنا موافقة. بس في شغلة بدي أسألك عنها. إذا منشان الأجر طمني. حلقات هذا البرنامج بالذات لها وضع خاص وراح يفاجئك الأجر. لا لا أبداً أستاذ، القصة مو هيك. لكن شو؟ صراحة أنا كان بدي أسألك، يعني أنت راح تكون معي موجود بالأعداد مو؟ إيه راح أكون معك. ارتحتي؟ أصلاً أنا ما بقدر أكون إلا معك. أنا عاملته مشروع كرمال الشباب والصبايا اللي بيجوا من المحافظات يلاقوا مكان يقعدوا فيه. يعني هذا حقك. صباح الخير. صباح الخير. يا أرض أحرسي، ما عليك شو؟ لا هيك معناتها أنا لازم انسحب. الورد للورد. شو حلوين؟ أنت الأحلى والورد للورد. شكرا توفي. عفوا شو قلتي؟ توفي. عسل، لك عم تطلع من تمك عسل. دخيل عينك انا. قال مستشفى ودواء. لك اللي بيتصبح بهالوش بيعود بده دواء ولا مستشفى. انت دواتي ومستشفياتي كلها. تسلم. روحي، شو رايك نمشي بقى؟ خلينا شوي لسا نشرب قهوه كرمالي. اذا كرمالك خلاص بنشرب القهوه وبعدين نروح. ايه حاضر. رامي، كأنك مالك مبسوط؟ لا مبسوط، طاير من الفرح والله. رامي أنا بحبك كثير، لا تخليني أزعل منك. إيه؟ يلا عزمتك على الغداء، شو رأيك؟ تفضل.
لك أم السوس عندي مشروع كتير خطير. عن جد؟ لك إيه مشروع فيكي تجمعي المجد فيه من أطرافه. شو هو؟ مشروع هيك فيكي تاكلي فيه كتير بما أنك تحبي الأكل وتبدعي فيه. إيه قلي شو هو؟ هيك مطعم صغير ممنوم على أدنى. يا شو حلو، حبيت الفكرة كتير. كويس، معناتها أنا بصمم المشروع من برا وأنت بتنفذي الديكور الداخلي. لا حبيبي، أنا بصمم المشروع وأنت بتنفذ. لا حبيبتي ما حذرتي بنوم، أنا اللي بصمم وأنت اللي بتنفذي. لك هاي شغلتي أنا التصميم مو شغلتك. لك شو شغلتك؟ أنا اللي عم صمم وأنت بدك تنفذي. لك عمل لك شغلتي. لك ما هي فكرتي. إيه هاد سوس، آنستنا وشرفتنا يا أستاذ توفيق. تسلمي يا ست صباح، اعتبريني من اليوم أخ لإليك، فإذا احتجتي أي شيء لا تبخلي احكي معي فوراً. اللي بتحبه رغد منحبه. ما بتقصر، دير بالك عليها. بتوصيني شيء سبوحة؟ لا حبيبتي، أنت كمان انتبهي على حالك. ايه. الله معكم. مع السلامة. مع السلامة، أهلا وسهلا. مع السلامة. دكتور مجدي، المريض صار جاهز بغرفة العمليات. دكتور يلا جاي. جاي سبقيني. حاضر. سلم ايديك. الله يسلمك. تحب نضيف لك شيء؟ لا شكرا، اعطينا الحساب. رامي أنا ما رح أجبرك على شيء، وإذا مشان عقد الزواج آخر همي. لازم تعرف إنه بالوقت اللي بدك تطلع فيه من حياتي بترجاكي ما تكملي. شو رامي إذا بتريد خليني أكمل، أنا هيك برتاح. بس يا حبيبة قلبي القصة مو هيك. أرجوك اسمعني للأخير. تفضلي. أنا ما بنكر إني حبيتك، وهذا الحب غلبني هالمرة. أنت إجيت بالنسبة إلي مثل هدية من السماء. بس لازم تعرف إنه مرفت لما بتحب بتحب لآخر مدى، ولما بتكره بتكره كمان لآخر مدى. أرجوك خلي طريقنا يكون فيه حب ما فيه نكد. رامي أنا سنين بحلم برجال يكون جنبي، يسندني، حط راسي على كتفه وقت بدي اياه، حس فيني وحس فيه. صدقيني انا رح كون معك لاخر مدى ولاخر العمر. بصدقتك وبكل شيء. ما رح ارجع عيد شو صار، يعني ما بدي اقضيها معك عتب ولوم. ممكن انت بلحظات حنيت لحدا تاني. مو هيك القصة، خليني فهمك. معلش رامي أنا ما بدي أسمع. شوف أنا عشت كل عمري محرومة من العائلة، خلينا نعملها أنا وياك. طلع شوف الناس حواليك كيف عايشة. بالنسبة إلي أنا مأمنت لك كل شيء، بيبقى أنت. قوم بيتنا ناطرنا. ما حنيت؟ بلا حنيت، وحنيت كثير كمان. الحساب استاذ.
شرفي. اهلا وسهلا توفيق بيك، كل شيء صار جاهز مثل ما امرت. يعطيك العافيه يا ام غسان، انت بامكانك تروحي اذا بدي شيء بعد بخبرك. بامرك يا بي. تفضلي. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا برغد. لا تقولي لي هلا مانك جوعانه؟ ايوه. هذا الاكل انعمل خصيصا عشرفك. عن جد كلك ذوق. تسلمي يا ميت، اهلا وسهلا. ليش معذب حالك؟ ما في شيء من واجبك. يلا هلا بيبرد الاكل، خلينا نسكب وناكل احسن. ما يلا يلا. تفضل. نورت البيت. انت منوره حياتي كلها. لسه ما شفت شيء. انا رح خليك اسعد واحد بهي الدنيا. انا كثير متاكد من هالشيء، بعدين وجودك قدامي بخليني اسعد واحد بهي الدنيا. جوعان؟ لك لها ما حلنا نجوع. طيب أنا رح أخذ شاور. بس لا تأخري. أوكي. اشتقت لي؟ اشتقت لك كثير. أكيد. كثير كثير كثير. إيه؟ هلا شوف. نحن للأسف أستاذ لهلأ ما لقينا متبرع. إيه تمام أكيد. لا لا نحن ملتزمين بكل الدفعات. إيه طبعا. بكرة إن شاء الله، بكرة المساء منسلمون. ماشي أهلين أستاذ. يا هلا هلا. مرحبا. أهلين. نورس شبك شوفي مشان الله بلا هذا التشاؤم. بكفيني حديثك امبارح، والله زادني هم فوق هم. خلص حبيبي قلت لك ما في شيء، بس انت يعني ادعي لنا، هالوضع مكركب هاليومين ثلاثه. طيب انا شو بدك اعمل بعمل، بس لا تعمل بحالك وفيني هيك. نورس شو ما كان اللي عم تفكر فيه صدقني انا ما بيهون علي فيك. منال انا احكي شو. انا حسمت امري خلص طالع على بيروت. اذا فيها خطر بلاها خلص لا تعمل شيء مانك مقتنع فيه. ليش امتى كنا نعمل شيء مقتنعين فيه؟ ما نحن شغلتنا دائما نهز راسنا ونضل ماشيين الحيط الحيط. لك ويا ريت حضر ضيان. اي بس اذا بدنا فينا فينا نعمل شيء. على كل حال خلص طب خليني اروح معك. لا ما في داعي، يعني هاي شغلة ما حدا بيشتغلها غير أنا. بعدين قلت لك كلهم يومين ثلاثة ورجع. طيب مثل ما بدك، بس وعدني. بشو؟ وعدني إنه إذا فيها خطر ما تروح. تحبيني؟ شو رأيك؟ وأنا؟ شو؟ بحبك. دايمة بيت عامر إن شاء الله.
شو دائما لسه ما اكلت شيء؟ لا اكثر من هيك شبعت. صح وهنا صح وهنا. شو رايك ناخذ شويه فواكه؟ ايه ليش لا؟ تفضل. شرفي. منو منو؟ بين هذا الطرف وذاك تعلو اليوم اصوات للتوجه الى دراما عبر اليوتيوب، فلقد باتت عادات المشاهده غير التي نعرفها، ولا بد للدراما ان تستعيد مجدها، لكن هذه المره عبر حساسيه جيل جديد مؤمن بالتغيير والتمرد على الاشكال الفنيه السائده. يعطيك العافيه انسه لارا. الله يعافيك محمود. برافو برافو برافو، شو هاد؟ شو هالحلو هاد؟ عن جد شكرا استاذ، خجلتني. بتعرفيني انا ما بجامل خصوصا بالشغل، بس عن جد شو هالاداء اللي بيطير العال، هالتلوين الظريف، البوزات يا سلام، والله بهنيكي من كل قلبي. محمود؟ ايه استاذ. دخيل عيونك، بتمن تجي الشريط على الحارك، بدنا نبعته على مكتبنا ببيروت، اوام الله يرضى عليك. ايه تكرم عيونك استاذ. تفضلي يا حلوه. تفضل استاذ. تنزل من بيتك 7 الصبح، شنتايتك معك، بتلاقي سيارة عمومي خط بيروت ناطرتك، بيضة، تطلع فيها بتتيسر، رح توصلك على مطار بيروت. شو فهمت مني؟ على مطار بيروت. مطار بيروت. معلم منال برا عم تستناك. بمطار بيروت بتاخد طيارة اللفت هنزة. اللفت هنزة عدي. عدي منال عدي. هاتوا لنا قهوة، هاتوا لنا قهوة. اللفت أنزة حتوصلك على فرانكفورت، بفرانكفورت بمطار فرانكفورت في شاب اسمه ادوار رح يكون ناطرك، حامل بايده كرتونه عليها اسمك، شو فهمت مني؟ عليها اسمك. اهلين منال، كيفك؟ كيف الشغل؟ الحمد لله معلم، كله تمام. مطار فرانكفورت بتحمل حالك وبتطلع، في سيارات عم تنتظرك برا، تاخذها وبتروح توصل على اوتيل انتر كونتيننتال بفرانكفورت. لحظة. بأوتيل انتر كونتيننتال بتنام ليلة واحدة بس، حطي القهوة. هاي الليلة صباحا اليوم الثاني بتحمل حالك حضرتك. ليش ما عم تشربي؟ اشربي. معلم أنا بس كنت حابة أقول لك. هاي أم عبده من عنا من حلب، راح تاخذك بس توصل أنت على الدنمارك، راح تاخذك بسيارتها. لوين راح تاخذك؟ راح تاخذك على مرمو، بدك تمر عبر الجسر، خليك معي. بدك تمر عبر هذا الجسر، الجسر هو الواصل ما بين الدنمارك وما بين السويد. مالمو بالسويد. بتوصل لهنيك. ناح سوق الهال، بتوصلك لهنيك المخلوقة بدي يجي واحد لابس عباية مصرية وحاطط حطاطة مصرية، اسمه الحاج اسماعيل، بيقول لك ازيك؟ قل له ازيك أنت؟ وهذا بياخذك مباشرة لعنده على البيت، بالبيت حتكون البضاعة موجودة، بتتفقدها، بتدقق فيها بكل تفاصيلها، وتاني يوم الصبح بترجع مثل ما اجيت. شو فهمت مني؟ شو أنا عم بس شو مشي الحال؟ خلينا نمشي من هون نورس. شو رفض؟ لا رفض ولا قبل. لك مو عصب عليك انت الثانية. ولك ما عصب، ما خلاني احكي، كل الوقت مشغول على التليفون. امشي امشي مشان الله. لك روح احكي معي كلمتين بس. يعطيك العافية. منال طيب احكي لي اي شيء. ما صار شيء. لك شلون ما صار شيء؟ فهميني. اخي عم اقول لك ما صار شيء، ما قدرت احكي معه ولا كلمه. ما خلوكي تقابليه يعني؟ بلا قابلته، طلب لي قهوه كمان. لك شلون طلب لك؟ كان عنده ضيوف؟ ما كان عنده حدا، كان ملتهي كل الوقت بلابتوبه. ما سالك عني؟ هذا اللي همك؟
لا يا سيدي طمن ما جاب سيرتك. لا أنا ما عاد فهمت شيء. هذا الزلمة واحد بيخوف كتير. قولها ولا خايف تقولها سيد نوراس؟ إذا مفكرني إني مثلك بتكون غلطان كتير. أنا فعلا كان بدي ساعدك صدقني، رحت وحاولت أحكي بس ما خلاني أحكي ولا كلمة. قعدي شربي قهوة، بعدين إجت سكرتيرته السرنوي وقلعتني بكل برود أعصاب. طيب خلاص حبيبتي روقي روق؟ ولك أنت ما بيجي من وراك غير الذل. يا خلاص يا قلبي. وكلت لي يا بنتي. طب خلاص يا منال. حبيبي سمحتني قلبي هدول لك مشان شو حبيبتي؟ ليه مو ناوي تاخذني شهر عسل؟ لقينا هيك شي شاليه اوتيل يعني انت مزوق ما بيخاف عليك واحلى شهر عسل لعيونك الحلوين رامي لساته الامر مو راي لا راي رايقة يا ستي حتى روقانك تركي علي لك انتي الملكة تبعي اوكي سوس ظاهر اليوم ما حدا بده يسمعني لك سامعتك هاتي لشوف احكي لي زبط معكم مشوار اليوم؟ زبط ولا بطيخ طيب هاد المعلم اللي حكيتي لي عنه شو؟ ما قدرت احكي معه ولا كلمة لك والسيد نوراس لا انه مقدر ولا انه حاسس وانت شو بدك تعملي؟ ما رح اعمل شي شو طالع بايدي اعمل؟ خلي نوراس يقلع شوكه بايده هو قده منوله؟ قلك شي؟ قولي بس ما بتزعلي ما بزعل خيطوا من الآخر انتي ونورس مو ظابطين على بعض قلتلك بدك تزعلي والله أنا ما عاد فهمت شي اليوم كان عم يبكي مثل الطفل الصغير ويقول لي انه بيحبني عم يبكي يا لطيف ايه عم يبكي هي اول مره بشوفه هيك حبيبتي الرجال اذا بكي يا اما بيكون عامل له شيء عمله
يا أما بيكون عم يلعب على مشاعر البنت يلي بتحبه. ولك سري من لك هالحكم أنت؟ منال قسي قلبك قسي، هاد نورس واحد ما بيهمه غير مصلحته، وما بعرف على شو مأنزع وشايف حاله. معك حق، بس مرات بحسه بحبني عن جد. بحبك، بيعبدك، بيعشق الأرض اللي بتمشي عليها. خلصينا ولو خلصينا، أنا مليت، بدي نام. تصبحي على خير. شو عم تعملي هون؟ ولا شيء لارا، لو سمحت تركيني بحالي. زهير مو مو مهم. ايه امي امي، لا تضلي قاعده هون، نحكي جوا. خلص لارا تركيني بحالي. نورا حبيبتي، لأمتى بدك تضلي عايشه هالمأساة هي؟ خلص هي المأساة انتهت، منيح هيك؟ تاكلي بوزة؟ الشتا. ايش شو يعني وقفت على هي؟ طيب أنا اللي عازم تحكي. إيه إذا هيك أحسن. امشي. معك بحرمة؟ معي معي محرمة. خدي. يلا حبيبتي يلا. هي لا تخونك، هي تهرب منك.